جميل ملاعب الفنان والرسام اللبناني والمبدع تنقل بين عواصم العالم عارضا أعماله ورسوماته المستوحاة من الحياة اليومية والإنسان والطبيعة. يعود اليوم بمعرض جديد بجاليري جانين إرباز حمل عنوان نيويورك نيويورك بين الأمس واليوم. نيويورك هيدي العظمة الكبيرة والمهمة، ناس خطبوها كل واحد بطريقته حسب ما تأثر فيها ببلاده وحسب ما تأثرت الشعوب. أنا كلبناني حسيت أنه عندي موقف تشكيلي عبر عنه باللوحة وباللون عن كل هذه الحضارة. أنا عم صور الشيء اللي بحسه من جوا بيعنيني، بيعني حضارتي وبيعني تاريخي وبيعني مستقبل بلادي. جميل ملاعب اللي تخصص بنيويورك حيث نال شهادة الدكتوراه بالرسم والحفر على النحاس جسد رؤيته للمستقبل من خلال لوحاته. هاي أول لوحة رسمتها عن نيويورك، حسيت أنه في شيء في استعداء لإلي. رسمت منهاتن هون والورد تريد سنتر، وفي طيارة بالصدفة هون بعرفش حطتها، وحسيت شيء عم يحترق هون والناس هربانين وفي عاصفة بدها تجي. ما بعرف ليه عملتها سنة الأربعة، هذا أول عمل بعمله، أخذ معي 3 أشهر. أول معرض عملني حفر على خشب، كان كله حفر على خشب. هيدا في حفر، عندك حفر على النحاس، عندك حفر على اللينوليوم، عندك حفر على الحجر، وهيدا أهميته أنه نعمل بنيويورك. راح هو كتلميذ على نيويورك وأخذ PhD عن برات يونيفرسيتي وصور نيويورك مثل ما شافها، ورجع هول ب 85 ورجع بال 2015 هذيك السنه راح على نيويورك ورجع شافها بعيون فنان مخضرم. اضافه للمعرض تم اصدار كتاب ليخلد الاعمال والمنحوتات ولكي توضع بيد الاجيال الصاعده ومحبيها النوع من الفن. الفن هو الحل، الفن هو اللي بيدلك على المشكله بس بطريقه جماليه، هو الصرخة اللي فيها لحن، هو اللون اللي بتحاول تجمل فيه الواقع. المعرض مستمر لغاية 5 من شهر شباط المقبل بجاليري جانين إرباز بيروت.